أما في نافذة أخبار الشركات، الخبر الأبرز هو أن شركة أوكيانا العقارية توقع اتفاقية لبناء فيلل في مشروع جزر العالم في دبي. ووفقا للاتفاقية ستقوم شركة داتش دوكلاندز بدراسة حيثيات المشروع وإعطاء الاستشارات اللازمة، وستقام فيلا واحدة فقط على كل جزيرة عائمة من هذه الجزر الحصرية، ما سيسهم في بناء مستوى جديد من الخصوصية والحصرية. سهم فيفا يثبت مكانه بين